الاسم ديالي احمد من مدينه القنيطره، 27 سنه. تعرضت لاعتداءات غريساج يعني من طرف ثلاثه الاشخاص يوم العيد الاضحى، يعني على الساعه 11:30. كنت متوجه لبيتنا يعني دارنا من دار جدة، قمنا بليلة عشاء وتوجهت لدارنا. حتى كنت فاجأ في الطريق بثلاثة الأشخاص حاملين أسلحة بيضاء من حجم الكبير، جوجنا وكبار وسيد، يعني ثلاثة أسلحة بيضاء من حجم كبير. تم يعني الاعتداء بطريقة وحشية كيف ما كتشوفوا عبر الوجه والرأس، يعني أكثر من 20 ضربة. كانت محاولة القتل العمد، يعني هذا يعني تم الاعتداء بطريقة وحشية. حتى تم يعني دخلت في غيبوبة لمدة 4 أيام، وتم قطع جوج أصابع من اليد ديالي اليسرى، وواحد يعني تم الجرح دياله، وجوج عصبات يعني من الأصابع. واحد الصباح ما تم اللقاء غير إيقاع ديالو في المكان اللي قام بالاعتداء فيه عليا. بعد 4 أيام من الغيبوبة يعني لقيت راسي في سبيطار مستشفى الإدريسي بالقنيطرة، وتفاجأت بالوجه الجديد يعني اللي لقيت عديد من الضربات. يعني بعد النظر في المرآة يعني ما قدرش نخرج للواقع مرة أخرى ونواجه المجتمع المغربي بهذا الوجه الجديد. يعني المجتمع ديالنا كمغربي ما ياخذوش بعين الاعتبار كانك تعرضت للغريساج، غيشوفوك كمجرم او كواحد مشرمل، يعني كيسرق كيدير اي حاجه وما كيخافش الله. يعني وهذا النداء نوجهه للمغاربه كاملين، يعني ما تاخذوش من النظره الاولى كواحد يعني مجرم لاي شخص كان في وجهه سيكاتريس أو ضربة. تفاجأت بالعديد من الضربات، ولقيت لساني مقطع، يعني ما كنهضرش كنلقى تعتع يعني في الكلام، وحتى الحاجب يعني الأيسر يعني ما تيتحركش لحد الآن دابايا نظرا للضربة. أكثر من 58 ضربة يعني غرزة غير في الرأس ديالي بلا الوجه ديالي. سبب الاعتداء هو السرقة، الهدف كان سرقة يعني مبلغ من المال وهاتف عادي، يعني هاتف نقالك. وبسبب يعني الضربات العديد من الضربات يعني تم توقيفي من العمل دموع، والحمد لله يعني بفضل الدكتور تشازي، يعني انا دابا لحد الان تنتعطى العلاج عبر الليزر، وهذه هي الحصة الثالثة يعني. وكنشكر الدكتور تشازي بزاف العمل النبيل ديالو يعني والاخلاق ديالو والتعاطف مع جميع المغاربة اللي كي يتعرضوا لهذا الحادث، هاد الكريساج او الضرب المباشر كاعتداء. اما بالنسبه للمجرمين اللي قام بالاعتداء عليا هما الان تحت قبضه العداله وتحت يعني حراسه مشدده دابا حاليا في السجل المركزي، وتم استدعاء ديالي من طرف الشرطه. يعني الامن الوطني ديال قنيطره قام بعمل كبير يعني مجهود كبير باش تم القبض على هاد المجرمين هادو الثلاثه، وهما الان يعني تحت تحقيق. المهم الاعمار ديالهم كتتجاوز 25 سنه، وواحد فيهم اللي العمر ديالو 19 سنه. ومن خلال شوف تي في انا كنوجه نداء للمغاربه كاملين، كنقول لهم المغرب دابا الان كنعطيوه واحد الصوره يعني غير 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 جيده للدول الاخرى اللي كتشوف مثل هاد الجرائم اللي كيقوموا بها هاد المشرملين هادو اللي كيسميوهم هما مجرمين خطيرين، يعني اللي كيوجهوا بحال مثل هاد الضربات للمجتمع او للشعب المغربي او لابناء الشعب، راه صعيبه. يعني الدول الاخرى غتبقى تضحك علينا ملي تشوف ان الشعب يعني كيتعرض لمثل هاد الضربات هادو وهاد الاعتداءات. والحمد لله كمغربي او كابن الشاب انا كنقول للمغاربه كاملين
يردوا البال يعني لراسهم ويحاولوا يعني يتجنبوا لهاد الاماكن المظلم بالليل. وشكرا للمغاربه كاملين اللي كيشاهدوا هذا الفيديو، ونتمنى من الله يحفظ المغاربه كاملين، وشكرا لجلاله الملك محمد السادس.